اثنين وحدا غيره. يتجاوز مشهد الركود هذه المحال التجارية إلى وجوه المتسوقين والباعة. هذه هي الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل القوي لحزب الله اللبناني. إن شاء الله يعني مستقبلا قريب إن شاء الله، بس انتهي الوضع بسوريا بيتحسن عنا الوضع هون إن شاء الله. هلا ما فيش خوف، إن قاعدين قدام الديكور هذا يعني. ما في خوف، كل يوم 24 ساعة قاعدين. يلا حبيبي يلا يلا. لم يبدأ الركود مع التفجيرات التي عصفت بأهالي المنطقة، بل بعد تراجع نفقات حزب الله في مناطق نفوذه، ما أدى إلى تراجع الازدهار الذي اشتهرت به مناطق نفوذ الحزب على مدى سنوات جبروته. يعني الوضع الأمني يعني لا بأس فيه، يعني بعد العالم على حذر. أكيد بعد وقف الانفجار كل العالم شيء فطري أصلاً، يرتاح الواحد بعد ما توقف الانفجار، بس أنا بحس إنه مش الأمان، ما توفر الأمان يعني. هذا الشاب قاتل إلى جانب حزب الله في سوريا وقتل. تتحدث والدته عن سعادتها لأنه قتل في قضية تعتبرها تقربا إلى آل البيت، لكنها لا تنكر أن المساعدة المالية من حزب الله بعد مقتل ابنها مساعدة متواضعة وشحيحة. الأشياء المادية تاعت حزب الله يعني هيدي أشياء بسيطة بيقدمها قدام الأشياء الفخر والعز اللي عم بيقدم لنا إياه لأهالي الشهداء. يقدم حزب الله تعويضا يصل إلى 50,000 دولار لكل عائلة يقتل ابنها في سوريا، لكن قتال حزب الله نيابة عن إيران والأسد في سوريا إضافة إلى مشاكل إيران الاقتصادية تلقي بظلالها بقوة على حزب الله. لا يوجد إحصاءات أو معلومات دقيقة، لكن بشكل عام جمهور حزب الله لم يتأثر سلبا. طبعا كان هناك تأثير على ما يسمى الجمهور من خارج بيئة حزب الله. تراجع الحركة باتجاه الضاحية الانتقال إليها والإجراءات الأمنية المشددة بسبب التفجيرات التي حصلت انعكست سلبا وأدت إلى يعني إطلاق أكثر من صرخة من داخل الضاحية على المستوى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات التجارية وما إلى ذلك. يعاني حزب الله من تراجع في المساعدات الرسمية الإيرانية من الحكومة بعد فترة ذهبية من التمويل الحكومي الإيراني أيام أحمد نجاد، وتواكب ذلك مع تفعيل أوروبا والولايات المتحدة للعقوبات ضد مؤسسات حزب الله. هنا في أنغولا الأفريقية البعيدة تسيطر مؤسسات مرتبطة بحزب الله على سوق العقارات بالتعاون مع النظام المالي الروسي، فتأتي التحويلات إلى لبنان لتعزيز خزينة حزب الله، كما تحول عبر أوروبا في أحيان كثيرة. ودفعت هذه الإجراءات بالحزب إلى تقليص النفقات في كل أوجه الصرف، ما أثر على تمويله لعائلات مقاتلي في حربه في سوريا، وكان أول ضحاياها مؤسساته المدنية، كما تأثرت مؤسسات أحزاب حليفة يمولها مثل مؤسسات إعلامية للجهاد الإسلامي، كصرف نحو 50 شخصا من فضائية القدس و12 شخصا من فضائية ثبات التي يديرها مقرب من الحزب.